في اليوم 8 مارس من كل سنة يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة يتمكن من خلالها من تتويج الإنجازات التي حققتها المرأة بصفة عامة والنساء الشرطيات بصفة خاصة في مجال المحافظة على الأمن والنظام وممارسة الحريات. وهي مناسبة كذلك لنوه من خلالها بهذه الأعمال التي ساهمت بشكل إيجابي في توطيد أمن الوطن والمواطنين وتوفير الظروف الآمنة لممارسة الحقوق والحريات والتمتع بها. كذلك هي مناسبة نستحضر من خلالها الأعمال وكل النجاحات التي حققتها المرأة في المجال الأمني. أول حاجة السلام عليكم، وكنحيي جميع نساء العالم على اليوم العالمي للمرأة، وإحنا بدورنا كشرطيات كنمثلوا المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة العيون كنحتفلوا بهذا اليوم العالمي على غرار جميع دول العالم والمغرب خاصة، وكنشكروا السيد المدير العام على هذه الالتفاتة ديالو، وكننبهوا جميع المواطنين لأن الشرطية لها دور فعال في المجتمع، وكنسهروا على حماية المواطنين وعلى ضمان الأمن والأمان، وكنتمنوا للنساء العالم كافة سنة سعيدة وكل عام هما بخير، وإحنا بدورنا حتى إحنا كنحتفلوا بهذا اليوم العالمي، وكنحييو جميع نساء العالم وخاصة المغربيات والشرطة، والفضل بهذا كيرجع للقائد الأعلى الملك محمد السادس نصره الله ورعاه، والمديرية العامة للأمن الوطني على رأسها المدير العام السيد الحموشي عبد اللطيف اللي كنشكروه بدورنا من هذا المنبر.